اهلا وسهلا بيكم والدنيا ملك ايديكم مع قناه ست البيت والحاوي. الدنيا حقيقي مبسوطه ومنوره بيكم. النهارده ان شاء الله هنعمل سمك بربوني مع صلصه الفلفل، وهنعمل ايه كمان معاه؟ هنعمل سلطه بنجر مع البرتقال. نبدا ونقول بسم الله. اول حاجه بالنسبه لمقادير السمك، في عندي سمك بربوني عندي 5 وحدات، في عندي بالنسبه للتتبيله بتاعته هيبقى في شبت، في ثوم، في كمون وملح وفلفل ابيض، في عندي بصل وفلفل وطماطم، ده بالنسبه لايه؟ لصلصه الفلفل. طبعا عصير الليمون اساسي مع السمك. بالنسبه للبنجر، في هيبقى عندي بنجر وبرتقال والبشر بتاعه، اكتر من كده مفيش. نبدا ونقول بسم الله. اول حاجه، اول ما نقول سمك لازم نجيب البوله بتاعتنا على طول مباشره، ونلبس الجلافز بتاعنا ونبدا عشان نعرف ازاي هنتبل السمكه بتاعتنا. السمك احنا قلنا السمك قبل كده غني بالاوميجا 3. الاوميجا 3 دي مفيده لايه؟ مفيده لبناء العضلات والانسجه. يعني لما نحب يبقى عندنا عضلات وانسجه قويه ناكل سمك. اللي عايزه تحافظ على بشرتها تاكل سمك. العقل والجلد كمان برضو، واليونت الجلد ده اساسي للسمك. انا عايز اجيب بلانشه، ننزل بالبوله دي تحت، نبدا نحضر السمكه الاول، وبعد كده ايه واحنا شغالين كده نبدا نشرح الفايده بتاعتها. بنفتح السمك تفتيحه صغيره كده خالص، تمام، ما نزودش عشان برضو ما نبهدلش اللحمه بتاعت السمك. التفتيحه ديت ليه؟ بتخلي السمكه بتاعتي تشرب من التتبيله، ودايما يعني ما زودش كميه الفتحات عشان برضو حته اللحمه بتاعت السمك مثلا لو بسويها ولا حاجه ما الاقيش اللحمه بتاعتها تتهرى مني. احنا قلنا السمك مفيد لايه؟ اوميجا 3، غني بالاوميجا 3. الاوميجا 3 مفيده لبناء الانسجه والعضلات، مفيد جدا قوي، بيقوي جهاز المناعه، بيعمل برضه على تقويه ايه تاني يا وليد؟ ايه تاني يا حبيبي؟ الجلد مفيد جدا الجلد، العلامات اللي هي الشيخوخه بيقلل منها قوي، لان ده يعني مقوي جدا الانسجه والعضلات، فبيعمل اللي هي الحاجات اللي هي التجاعيد والحاجات دي كلها طبعا بيقلل منها. بننزل بالسمك بتاعنا هنا، نطلع فوق هنا، انزل بديت خلاص، ارجع بدي ورا، اغسل السكينه بتاعتي شويه صابون، ابدا اجيب التتبيله بتاعتي. لو انا عايز اعمل تتبيله مباشره ممكن احط الحاجه دي كلها عليها، يعني الكمون والشبت وكل حاجه موجوده على السمك. وممكن اعمل ايه عشان اسرع في التتبيله بتاعتي؟ ممكن انزل بالحاجه اللي انا عايز اعملها وعشان اسرع فيها، لانها طبعا هتبقى عباره عن سوائل هتبقى اسرع في التتبيله. نسيب شويه شبت، احنا اتعودنا دايما لما نيجي نستخدم الخضره بنستخدم معاها، بنسيب شويه عشان لو احنا مثلا عايزين نجمل بيهم الطبق في الاخر بتبقى شكلها حلو قوي. اجيب عندي شويه، في عندي ليمون جاهز اهوت، شويه عصير ليمون. السمك عامة بيحب الليمون، طبعا بيقضي على الزفارة بتاعته. عندي شوية من اكسير الحياة اللي من غيره الدنيا تقف ما تمشيش. اكسير الحياة اللي ايه؟ اللي هو زيت الزيتون بتاعي. شوية خل، ننزل بالثوم، حطينا ايه كده؟ حطينا الشبت وحطينا الثوم وحطينا ملح، لسه ما حطيناش ملح ولا حطينا الكمون ولا الفلفل. حط التوابل كلها مرة واحدة، لان ده يعني خلطه بسيطه خفيفه، يعني مش محتاج ان انا اروح واجي عليها كتير. احنا قلنا فلفل ابيض، شويه بقى ايه من الكمون، نبدا ننزل تحت كده. بسم الله الرحمن الرحيم، نأكدها من اللمة التانية. بسم الله الرحمن الرحيم، حلو قوي. فين البولة بتاعتي؟ مباشرة كده ايه انزل بالتتبيلة دي على ايه؟ على السمك.
طبعا كل لما التتبيلة دي بتقعد مع السمك بيبقى بالنسبة لي أفضل. طبعا أقلب بس سريع كده، بس طبعا أنا لازم أوريكم كل حاجة قدام منكم طبعا. يعني إحنا ممكن نقعد بالتتبيلة دي في السمك على قد إيه؟ ممكن يعني أقل حاجة ساعة تدي طعم حلو. هتقول انت كنت لابس كلافز بتغسل ايدك ليه؟ دايما بتبقى فيه بودره جوه الكلافز، دي البودره دي اسمها معقمه اساسا، فبغسلها على اساس برضه بتبقى ظاهره على ايدي. عشان بتقول انت ليه بتغسل ايدك بعد الكلافز؟ نعرف كل حاجه. هبدا ارجع بدي ورا، نرجع شويه نسيب دي شويه في التتبيله بتاعتها، ونبدا نجهز الصلصه بتاعت الفلفل. الفلفلايه لما باجي بصوا مش عايزين بقى ايه نقعد نفتح الفلفلايه ونقطعها حته حته، اهي حته الفلفلايه اهيت شلت كل حاجه فيها ببذرها بكل حاجه اهوت، اهي بقت الفلفلايه نظيفه تمام. طبعا الحته دي هتقولها ترميها، لا مش هرميها اهو، بقت الفلفلايه عندي سليمه اهيت كده، الفلفلايه كامله سليمه، اشيل ده ارميه في قلب الزباله. يبقى انا بالنسبه لي الفلفلايه سليمه من غير ما اتعب نفسي في ان انا اخليها. اهي برضو نفس الحكايه اهو، بالحته البيضه اللي انا دايما بشيلها بشيل الحته ديت واشيل الحته دي، يبقى انا اتخلصت من كل حاجه مع بعضها. عايزين نتعلم كل حاجه مع بعض. عايز بقى اشغل النار على الطاسه بتاعتي، على ما ابدا اقطع يكون الطاسه بتاعتي بدات تسخن، ونشغل النار على اليمة التانية، نستغل الوقت بتاعنا برضه. أبدأ أنا في عندي بصلاية، بصلاية برضه اتعلمناها نقطعها ازاي، ونقول مرة تانية مفيش مشكلة. لما أحب أسخن الطاسة بتاعتي قوي تمام، ما أحب أسخن الطاسة بتاعتي كويس، بسخنها ازاي؟ من غير زيت. يعني لو عايزها توصل لأعلى درجة حرارة من غير ما تطلع دخان وكده، ما احطش زيت عليها، بسيبها تسخن لوحدها الاول وبعد كده اضيف الزيت. لو انا ضفت الزيت في الاول مباشره، الزيت طبعا بيعمل معايا دخان مع الطاسه، طبعا بيبهدل المطبخ ويتعبني وانا واقف في المطبخ. كمان حته من البصلايه، انا ممكن كنت اخد السمك ده على طول واخده في قلب الطاسه وابدا ان انا مثلا ايه اقليه مباشرة، بس انا عايز احطه في التتبيله بتاعته شويه وبعد كده اطلعه ارش بشويه دقيق واخده في قلب الزيت. ابدا انزل شويه زيت، ممكن انقل دي هنا عشان اعلى، ابدا اقطع الفلفلايه، اخد الحتت دي الاول عشان حتى لو انا استخدمت، لو احنا عايزين نحافظ على الفلفلايه عندي في الثلاجه ما تبوظش، انا خدت جزء من الفلفلايه وعندي مثلا هستخدم نصها مثلا، اسيب الجزء اللي فيه البذر في قلب الفلفلايه، ده هيقلل من ان الفلفلايه تبوظ بسرعه. ابدا اقطع الفلفل بالشكل ده، طبعا هيبقى تقطيعه قريبه من البصلايه. في عندي هدي ايه مع صوص الفلفل ده كمان، او صلصه الفلفل، هديها واحده طماطم، واحدتين طماطم تنزل معايا بصوص حلو قوي، ويبقى صوص طعمه جميل جدا مع السمك، وشويه شبت في اخر تسبيكه الصوص. زي ما انتم شايفين كده، اخد دي كمان ما انساش الطاسه بتاعتي،
كل دوت انا عايز اهم حاجه عندي سمك. انا ممكن كنت اخش بالسمك ده متبل وجاهز، بس احنا عايزين نشوف كل حاجه قدام مننا. وحتى لو ما شفناش كل حاجه يبقى برضو يعني اكبر حاجه نشوفها معانا في ازاي مثلا نفتح السمكه وازاي نتبلها، وان شاء الله برضو ممكن نعمل حلقه ازاي ننضف السمك وازاي نشتري سمك. واحنا قبل كده برضو اتكلمنا على ازاي نشتري السمك من السوق. طبعا في علامات كتير قوي للسمكه ازاي نشتريها. بصوا في حاجه هنا بقى، انا لما احب انزل مثلا اي عصاره من مثلا من الفلفل او من اي حاجه في الطاسه بنزل عليها بشويه ملح، او اخليها تستوي معايا بسرعه بنزل عليها بشويه ملح، دي بتخليها تستوي معايا بسرعه وتنزل العصاره بتاعتها. ابدا انزل بالفلفل الاول، الف لفه، ابدا انزل بالطماطم والفلفل الاحمر. كده حلو قوي، شغال زي الفل. عمليه تبادليه عشان الصوص او الميه بتاع الطماطم ما تقعش في الزيت. انضف مكاني، احنا اتكلمنا ازاي بنقول نشتري السمك من السوق. السمكه اولا الشكل بتاعها بيدل عليها اولا، تاني حاجه بضغط على السمكه، لو ايدي علمت في السمكه معناها ان السمكه ديت مثلا اتفرق يعني جمدت وفكت مثلا. تاني حاجه لون الخياشيم بتاع السمكه، طبعا كل ما بيكون احمر غامق ماشي، احمر لونه اللي هو الوردي اللي هو الجميل دوت معناها ان السمكه فريش. كل ما اللون بيبدا يتحول للون البني معناها ان السمكه بتاعتي مثلا بقى لها كذا يوم مثلا. تاني حاجه لون العين، لون العين لما بيكون صافي ما عليهوش طبقه بيضه ده معناه ان السمكه ايه برده فريش. ايه كمان يحاول لو ما في بنفتح بق السمكه، لو لقينا بق السمكه فيه بعض زلال كده او مثلا او اي خيوط دي معناها برضو ان السمكه بتاعتي ديت مش فريش، دي قديمه مثلا. كل الحاجات دي ريحه السمكه ذات نفسها، الناس اللي هم الصيادين بقى من ريحه السمكه ومن شكلها مش مطالب بقى ان هو يعمل كل الحاجات دي، بس مجرد بس ما يشوف لون السمكه او يشم الريحه بتاعتها خلاص هو بالنسبه له، لانه دي خبره بقى. عايز انا لو عندي شوية بيون سمك أو عندي شوية مثلا صلصة جمبري أو أي حاجة خاصة بالأسماك وعايز أحطها مفيش مشكلة، ما عنديش بحط شوية مية بسيطة صغيرة كده تمام، وأتبل الصوص وأسيبه يبدأ يتبل. نطلع فاصل نرجع نلاقي الصوص بتاعنا متبل ونبدأ نقلي في السمك. فاصل ونواصل، سلام.